بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم. ادي الجلاش اهو بعد ما خلص، طريقه سهله وبسيطه. ادي الصوابع اهيت معانا، شكل مميز جدا، مش هتحتاجي اي حاجه اهو. ها مقرمش وجميل جدا. بصوا على ديت بقى، تعالوا مع بعض بقى نشوف الطريقة. انا محتاج سيخ، يا ريت استانلس او سيخ شوي، بس ما يكونش طبعا فيه اي صدى او اي حاجة او خلة. ونبدأ نجيب الجلاش. ضروري جدا يكون الجلاش، مش عايزه متجمد يا جماعة، يا ريت نجيبه فريش من اي محل حلويات على اساس يتني معايا بالشكل المميز دوت. فرن يونيفرسال من الفرن المميزة جدا، نشغل المروحة، نار فوق ونار تحت، هو يا جماعة غاز وكهرباء الاتنين مع بعض، فوق بالكهرباء وتحت بالغاز عادي خالص. ده السيرب نص كيلو سكر او كيلو سكر نص كيلو ميه، رشة ملح ليمون، ولما يفيد نشتغل بيه تاني مفيش اي مشاكل. حاولوا تعملوا كمية تبقى عندكم في البيت، كيلو سكر نص ميه رشة ملح ليمون، قشر برتقال، رشة فانيليا، قشر يوستافندي. بصوا لما نيجي نحط الحشوة، سوداني، لوز، بندق، فستق، ده لو انا حبيت اعمله بالحشوة. بنتني كده الجلاشاية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، ونبدأ نلف بالشكل دوت. ممكن ادهن عشان اسهل الموضوع معايا واطر ورقة الجلاش، ان انا ادهنها بالسمنة بالشكل دوت كده. انا هنا دي عاملها سادة خالص، نبدأ نزم بالراحة كده ونبدأ نخلعها ورص في الصينية عشان تاخد الشكل المميز دوت. عايز اقول لكم ان السادة مميز جدا 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 عن الجلاش اللي هو محشي. يعني انا بدل محشي ممكن ان انا اخليه سادة. ورقة الجلاش لما بتبقى متجمدة او بتجيبوه مجمد وتيجي تلفه عشان النشا اللي فيه وكده، هتلاقوها تتكسر معاكم وتضايقكم. عشان كده بقول لكم اي محل يكون بيبيع كنافة او جلاش، اليوم ده نجيبه ونسيبه في التلاجة وابدأ اتسلى فيه بالراحة واحدة واحدة كده. دي سادة خالص، ونبدأ نكشكش كده. قولوا لي بقى كده التكلفة ايه؟ ولا حاجة، ورقة الجلاش بسبعة، السيخ موجود عندي، وشوية زيت او سمنة. بلاش زبدة ليه؟ لان الزبدة لما باجي اسيحها بيبقى فيها مرتة، المرتة ديت بتعمل حروق على الجلاش. ادي اهوت كده كشكشنا الموضوع بتاعنا، ونبدأ نرص في الصينية. عايز اعمل عيش العصفور، بيبقى بالشكل ده كده بعد ما كشكشتها زي ما بيعملوه الجماعة السوريين او هنا في مصر، ونبدأ نلفها بالشكل المميز دوت عشان بعد ما بتستوي بنحط فيها الحشو. ما بحطش فيها الحشو دلوقتي خالص، بعد ما بديها السيرب وكله عشان يفضل الحشو محمص ومميز. والفستق بشكله، في فرق بين الفستق الحلبي والفستق اللي موجود عندنا. الفستق الحلبي شديد الخضار ومميز جدا، الحاجة دي عندهم بكثرة، لكن عندنا لما تلاقوه هتلاقوه فاتح شوية ومصفر، عشان كده لو دخل الفرن اللون كله بيروح. هنا انا عايز ورقة الجلاش اخدمها شوية وما تضايقكمش، فببتدي ان انا ادهنها مادة دهنية زي السمنة او الزيت. في بيقولوا زيت لا، لكن انا بقول دايما ايه، الشطرة بتعمل اي حاجة. افرضي انا ظروفك على قدها زي حالاتي كده، وعايزة تعملي مثلا مفيش الا زيت، اعملي بالزيت، ايه المشكلة؟ ما انا دي ظروفي، مش هقدر ان انا اجيب سمنه او كده. سمنه روابي، سمنه جنه، اي نوع من انواع السمنه كلهم حاجه واحده، ما عدا السمنه البلدي والسمنه النيوزيلندي طبعا اللي هي فائقه السعر دلوقتي، هم دي السمنه الصحيه المميزه جدا طبعا. ما انا مش هكدب عليكم واقول لكم السمنه ديت صحيه. طب بتقول لنا نشتغل بيها ليه يا شيف محمود؟ عشان 80% بيشتغل بيها. حاجه اقول لك دلوقتي ما تشتغليش بيها، انا بجيبها ساعات وبشتغل بيها. يعني مش بقولك على حاجة ما تشتغليش بيها مثلا وانا ما بشتغلش بيها، ساعات اجيبها، لان احنا كلنا بنحاول نتعايش مع الحياة وبنمشي ظروفنا. انا ما بعملش اعلان دلوقتي لاي نوع سمنة، ولكن انا بقول لحضرتك في نفس الوقت انا ما بدي سمنة او بدي زيت، بعد ما بيرفع الجلاش وبيتحمص تمام التمام، ببتدي ان انا اصفي منه المادة الدهنية تماما، وادي السيرب بس يكون بارد. يا اما الجلاش سخن ومولع والسيرب بارد، يا العكس، سيرب سخن وجلاش بارد عشان ما يعجنش ولا يطرى. ببتدي ان انا زم كده والف، وابتدي ان انا ارص في الصاج بتاعي. الصاج ده برضو يا جماعة موجود
عند ياسر التوحيد 012-8433-732، وما تنسوش تطلبوا التخفيض. بقطعها بقى قد عقلتين صباع، قد الصباع، قد عقلة صباع، زي ما حضراتكم عايزين، مميزة بصورة غير عادية. ولما اجي اقطع اكون اديتها السمنة وسبتها شوية كده على اساس انها ما تضايقنيش في التقطيع. الموضوع كله امره سهل، ما فيهوش اي حاجة. وزي ما قلنا ان ضروري جدا جدا الجلاش ان انا لما اعمله يكون طازة. بنبدأ نلف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، عشان عايزين نعمل مثلا شكل جديد زي عش العصفور مثلا. والجلاش سعره رخيص، يعني النص كيلو او اللفة دي بستة او بسبعة جنيه تقريبا، تبع الشركة اللي انا بجيب منها الجلاش. ونبتدي ادي عش العصفور، بعد ما بيعملوه بيلفوا بالشكل، وخلي القفلة لتحت واكون دهنها سمنة عشان اعرف اتحكم فيها. وقلنا الحشو بتحط في الاخر خالص. اديت المادة الدهنية بتاعتي، جينا على فرن يونيفرسال، وزي ما قلت لحضراتكم هو غاز وكهرباء، بيغلي السمنة هيت. ببتدي ان انا ادخل دلوقتي ياخد الوش النهائي. طلعته من الفرن زي ما قلنا المروحة مع النار اللي فوق، النار اللي فوق كهرباء واللي تحت غاز، ما فيهاش حاجة خالص يا جماعة، فران كتير كده. خد الوش، صفيت السمنة، اديت ادي السيرب بتاعنا اللي هو بيكون تقيل عشان ما يطرليش الجلاش، واسيبه خالص. ابتدي بقى ادي على عش العصفور، ده فستق اديته معلقة عسل صغيرة عشان يبقى متماسك ومحتفظ بلونه، ممكن اكسره. الجزء التاني مثلا هنا اديت لوز محمص، حمصته في الفرن او حمصته على النار بالزيت او السمنة. ادي هنا سوداني، بوريكم كل الحشوات ممكنة. ادي هنا الفستق المحمص المبشور، انا اسف، او اللي انا دقيته. وهنا هرش شوية فستق، ده السادة او بالسوداني، من الحاجات المميزة جدا اللي ان شاء الله باذن الله لما تعملوها قولوا لي بقى كلفنا ايه. كوباية سمنة او كوباية زيت، الجلاش بسبعة جنيه، والسيخ عايز اقول لكم من التحف الروعة، الحاجات الروعة اللي ان شاء الله باذن الله لما تعملوه هتعملوا صنف حلو كلنا بنحبه، مقرمش جميل قوي. نبدأ نرفع، هتلاقوا من فوق ومن تحت مقرمشة، ومن النص عايزها تبقى زي البسكوتة بالشكل المميز اللي حضراتكم شايفينه دوت. اصناف الحلو كتير على فكرة، انا مش عايز اخش في الحادق لان مشكلتي بشغل طول النهار، هاجي بالليل اعمل صنف الحادق ما ببقاش فاضيله. فبحاول لما اي صنف حادق او معجنات تطلبوه مني هتلاقوني تحت امركم في اي شيء، اي حاجة تحبوا تعملوها. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ما تنسوش اي طلب اطلبوه على التعليقات وتحت امركم.